بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أبنائي طلبة الصف الثاني من المجمع التكنولوجي المتكامل ليفل 3، النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة رقم 4 اللي هنبدأ فيها نتكلم عن الأوتكم الثاني اللي هو بيقول be able to select and use electronic measurement and test equipment to make meaningful measurements on the electronic circuits. في الأوتكم ده هنتعلم إزاي نعمل نبقى قادرين على ان احنا نختار ونستخدم اجهزه القياس طبقا للسبيسيفيكيشنز او طبقا لمعايير محدده هنقولها في الايه في الاسئله ان شاء الله في الامتحان. يعني اقول لك عايز اعمل كذا، هعمله بايه وازاي وايه الخطوات اللي هقدر انفذ بيها الايه التيست ده او الاختبار ده. اول حاجه هنتكلم عنها كنا مأجلينها اللي هي السنسيتيفيتي. احنا اتكلمنا لو جينا اتكلمنا عن السلكشن اوف اكويبمنت، اختيار الاكويبمنت بيقول لك سلكشن بيست اون، الاختيار بيتم على او بيبقى مبني على انسترومنت سبيسيفيكيشنز، على المواصفات الفنيه للجهاز، واتكلمنا عن الموضوع ده في المحاضرات الايه اللي فاتت. والكاركترستكس الخصائص اند ليميتيشنز، الليميتيشنز اللي هي حدود الجهاز بتاعي، يعني يقدر يعمل ايه وما يقدرش يعمل ايه، اوله ايه واخره ايه، او اوله ايه واخره ايه. زي ما اتكلمنا كده على الاسلسكوب وقلنا المدى بتاعه لو جيت قست حاجه بمدى اعلى مش هيقدر ايه يتعامل معاها، ونفس الكلام لما اتكلمنا عن الافو. طبعا الكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل الممل، والنهارده هنشوف الموضوع ده باذن الله. الاوتبوت الخارج والليفل اللي هو الايه زي ما اتكلمنا عن الدي سي ليفلز والايه والاوتبوت او الفولتج ليفلز اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، والانبوت سنسيتيفيتي طبعا دي ما اتكلمناش عن ايه عنها، يعني هناخدها دلوقتي نتكلم عنها اللي هي الايه السنسيتيفيتي، واتكلمنا عن الفريكوانسي رينج وعن الاكيورسي وعن الريزوليوشن وعن الايه الديستورشن. هنبدا بقى نتكلم على السنسيتيفيتي اللي هي الايه اللي احنا بنقول عليها الايه الحساسيه، حساسيه الجهاز. سنسيتيفيتي a measure of the smallest signal the instrument كان مجر، يعني ايه اقل قيمه للاشاره يقدر الجهاز ان هو ايه يقيسها. يعني لو عندي جهاز، الجهاز ده هو بيقدر يقيس او اقل قيمه يقدر يقيسها اللي هي 15 مللي فولت زي ما في المثال ده موجود، يبقى اقدر هنا اقول ايه السنسيتيفيتي بتاع الجهاز ده ايه 15 مللي فولت. يبقى السنسيتيفيتي حساسيه الجهاز هي عباره عن اقل قيمه للاشاره يقدر الجهاز ان هو ايه ان هو ايه يقيسها. طيب هنيجي بعد كده ننتقل للميجرمنت تكنيكس، تكنيك القياس ذات نفسه. عندي التكنيك بتاع القياس يعني الخطوات اللي اقدر اعتمد عليها اثناء عمليه القياس، ما ينفعش اعمل حاجه قبل حاجه، لا هي خطوات، الخطوات ديت بنفذها 1 2 3 عشان اقدر اعمل ايه اعمل عمليه قياس ايه ناجحه، وبالتالي دي بتختلف من جهاز لجهاز. فهنتكلم النهارده على حاجه من 2، التست بوينت فولتج، ازاي اختبر جهد اختبر نقطه جهد، اند ويف فورم ميجرمنت. وليف فورم ميجرمنت هتبقى في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. اكتر حاجه تقدر تعملي تيست بوينت فولتج اللي هو الجهاز اللي غني عن التعريف اللي هو المالتي ميتر، او زي ما احنا بنقول عليه الايه الافو ميتر. لو جينا اتكلمنا عن المالتي ميتر، وات از المالتي ميتر، ايه هو المالتي ميتر؟ A multimeter is a device used to measure voltage. جهاز يستخدم لقياس الايه الجهد and resistance والايه والمقاومه and current والايه والتيار in electronics and electrical equipment. تمام، يبقى هو جهاز قادر على ان هو يقيس الجهد وقادر ان هو يقيس المقاومه وقادر ان هو يقيس الايه التيار. It is also used to test community between two point to verify if there is any breaks in circuit or line. واقدر كمان اقيس ما بين نقطتين 2 عشان اتاكد هل الجزء ده مفصول ولا ايه متوصل، وهنعرف ازاي. There are two types of multimeter. في نوعين 2 من الملتيميتر، في النوع اللي هو الانالوج وفي النوع اللي هو الايه الديجيتال. انالوج هاز ا نيدل ستايل جيج، يعني ايه؟ يعني الانالوج بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه زي ما تقول كده إيه، عارفين احنا المؤشر المؤشر ده عبارة عن ايه، هو اللي بيتحرك فبيقدر يعمل لي ايه، بيعمل لي القراية بتاعتي، اول ما بشوفه بتتحرك على القراية كام، وفي طريقة لايه لحساب القراية دي.
اللي هنركز عليه هو الايه، الديجيتال، لان ده اللي احنا بنستخدمه بكتر. الديجيتال هاز ال سي دي ديسبلاي، بيبقى ليه ايه، شاشه ال سي دي، وكلنا ايه شفناه. ده شكله اهوت. There are two styles of multimeters، عندنا نوعين، نوع اسمه سويتشد ونوع اسمه اوتو رينج. ايه الفرق بين الاثنين؟ السويتشد ده مانيوالي سويتش بتوين رينجز تو جيت موست اكيوريت ريدنج، يعني انا بظبط القرايه بتاعتي قبل ما بقيس وبختار المدى اللي انا شغال عليه. يعني انا لو هقيس حاجه، مثلا هقيس جهدي، مثلا الجهد ده قيمته 10 فولت، وجيت وقفت المؤشر بتاعي على كام؟ على مثلا وليكن 5 فولت. ايه اللي هيحصل؟ الجهاز مش هي ايه مش هيديني قرايه، لان كده انا ايه قليل من المدى اللي انا ايه المفروض اعلى عليه. يعني المفروض انا هقيس 10 فولت، يبقى اظبط الايه الرينج بتاعي على 20 عشان يقدر ايه يحس بال10 فولت. ده بنقول عليه ايه سويتشد مالتي ميتر. نخش بعد كده على الاوتو رينج. الاوتو رينج لا، ده سويتشز بتوين رينجز اوتوماتيكالي فور بيست ريدنج، ده بيديني ايه، بيديني افضل قرايه. طبعا هتلاقي الفرق بين الاثنين، الاولاني اللي هو السويتشد عليه تدريج، الثاني معلهوش ايه، معلهوش تدريج لانه اشتغل اوتوماتيك. طيب نيجي بعد كده على الميتر ليدز، الليدات اللي موجوده، او الليدز سوري الليدز اللي موجوده، اللي هي الايه اللي احنا بنقول عليها الايه، الكابلات اللي موجوده على الايه، على الافون. ريد ميتر ليد، اللون الاحمر، از كونكتد تو فولتج اور ريزيستنس اور امبيرج بورت. الاحمر ده اللي بنسميه احنا الايه اللايف، اللي بوصله على الايه الجهد، او على المقاومه، او على الايه الايه التيار. طب الاسود از كونكتد از كونسيدرد ذا بوزيتيف، الاحمر ده بنقول عليه از كونسيدرد ذا بوزيتيف كونكشن، هو الايه الجزء الموجب. البروبس ار ذا هاندلز يوز تو هولد تيب اون ذا تيست كونكشنز. بروبات دي حاجه تانية هناخدها ايه بعدين. التيبس ار ات ذا اند اوف ذا بروب اند بروفايدز ا كونكشن بوينت. في حاجه اسمها بروبس اللي هنستخدمها في الاسكوب، انما هنا هو بيقول لك ايه، ان هو بيتكون من، يعني الليدز ديت او السلك ده بيتكون من تيب، خلاص اللي هي الحافه اللي فوق او السلك اللي فوق، والجسم بتاع الايه بتاع الليد. هو عباره، هو من الاخر كده عباره عن ايه، عبارة عن سلك نحاس، تمام، والسلك ده ايه مصنوع بجودة معينة تستحمل جهد وتيار ايه معين، مش من اي نحاس يعني. بلاك ميتر، البلاك ميتر ليد اللي هو الجزء بقى اللي هو الاسود ده، دايما بيتوصل بالايه، بالجزء الايه السالب اللي احنا بنقول عليه الايه الارض. طيب هنيجي بعد كده على الايه الديسبلاي والدايل سيتنج، مكونات بقى الايه المالتي ميتر ده. نيجي بعد كده على الديجيتال ديسبلاي شوز ميجر دي فاليو، اللي الشاشه بعرض عليها الايه القرايه. بعد كده الميتر دايل اللي هو الجزء اللي عليه القياسات. تيرن دايل تو تشينج فانكشنز، تيرن دايل تو اوف بوزيشن افتر يوز. بس كل ما بقلب انا الايه المؤشر، ببدا اغير اذا انا عايز اقيس جهد تيار مقاومه والرينج كمان. نيجي بعد كده على البانل انديكيتور شوز ايتش فانكشن اند سيتنج رينج تو تيرن دايل. البانل فانكشن ده اللي هو بيبين لي الرينج اللي انا هشتغل عليه، اللي هو اللي باللون الاحمر ده، السهم الاحمر ده بيبين لي الرينج اللي انا هشتغل عليه. البروب كونكشنز اللي هي اللون الازرق ده سبيسيفيك فور ايتش فانكشن، تمام، اللي انا هنا هوصل ايه، هوصل البروبات على الايه، على على كل ايه، على كل وظيفه انا عاوز اعملها. يعني انا عاوز اقيس طبعا الارض واحد، طب انا عايز اقيس اللهم صل، انا عاوز اقيس الملي امبير تيار مثلا او جهد له قيمه معينه، فهوصل الايه البروب الثاني في الايه في المكان ايه بتاعه، زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفين كده. يعني انا هوصل كاتب لك كده 10 اي دي سي، يعني 10 امبير، يبقى انا هوصل البروب فين؟ فوق. طبعا تحت كاتب لك ايه الفي واوم وملي امبير، فانا هوصل ايه تحت اذا كنت هقيس جهد او او ريزيستور او تيار بالملي ايه بالملي امبير، فانا هوصل البروب الاحمر في الايه في الفتحه اللي هي الايه اللي هي في النص. طيب نيجي بعد كده على الكومون دي ام ام سيمبلز، ايه عندي بعض الاختصارات او بعض الرموز لازم ابقى عارف دي بتاعت ايه. لو جينا شفنا العلامه الاولانيه من فوق على الشمال دي معناها ايه، اي سي فولتج،
طب اللي تحتها دي سي فولتج. طب اتش زد معناها هرتز، هنا بقيس ايه؟ بقيس مكثف. طب بوزيتيف سوري، بقيس الفريكوانسي التردد. طيب بوزيتيف معناها ايه؟ بوزيتيف. العلامه ديت النيجاتيف، الاوم اوم. طيب العلامه اللي بعدها دايود. طيب اللي بعدها اوديبل كونتينيوتي، يعني ايه؟ يعني دي بتطلع لي صوت، بتطلع لي صوت ليه؟ عشان انا هنا بعمل بقيس، بشوف البازر، بشوف في شورت على على في تو بوينتس، على نقطتين ولا لا. فالمهم ان العلامه دي لما اشوفها بعرف ان انا لما لو عملت المؤشر عليها يبقى منتظر ان انا اطلع منها ايه؟ صوت، لو نتيجه التيست بتاعي ايه؟ صحيحه، او في ايه، او يعني انا بفكر دلوقتي ان انا بشوف في شورت ولا لا، في سلكين ملمسين ولا لا. لو في بالفعل سلكين ملمسين وحطيت الموجب والسالب على بداية النقطة ونهايتها، أو بداية الخط ونهاية الخط، فهيطلع لي إيه؟ صوت. العلامة اللي فوق من على اليمين ديت معناها إيه؟ جراوند. بعد كده كاباستور، مايكرو، بعد كده مايكرو فراد، بعد كده مايكرو، بعد كده ميلي. طبعا الإم هنا بالإيه؟ بالسمول. بعد كده إم الكابيتال اللي هي بالميجا. بعد كده كي اللي هي بالكيلو. بعد كده أو إل اللي هو الأوفر لود. These symbols are often found on multimeter and schematics. دايما تلاقيها موجودة على الايه؟ على أجهزة الايه؟ القياس. They are designed to symbolize the component and reference values. هم اصطلحوا عليها أو بقى متعارف ايه عليها. طيب الميجرنج تكنيكس بقى، ازاي بقى اقدر ايه اقيس؟ هنا بقى ايه؟ دخلنا في لوب الايه؟ الموضوع اللي هو الميجرنج تكنيكس. ميجرنج فولتج، عايز اقيس جهد، اعمل ايه؟ فولتج برمزه بالرمز في، از ذا يونت اوف الكتريكال بريشر. تمام. اون فولت از ذا بوتنشال ديفرنس نيدد تو كوز 1 امبير اوف كارنت تو باث ثرو 1 اوم اوف ريزيستنس. طبعا عارفين تبع قانون اوم ان انا لو عندي جهد طبقته على مقاومه هيولد لي ايه؟ تيار. طيب فولتج از بروك اب تو ان تو سيكشنز اي سي دي سي، وعارفين ان الجهد ده عباره عن اي سي ودي سي، يبقى انا راعي لو انا هشتغل اي سي ولا هشتغل دي سي عشان اظبط الجهاز بتاعي. الاي سي اختصار لكلمه الترنيتنج، والدي سي اختصار لكلمه دايركت ايه؟ كارنت. الترنيتنج ده ممكن زي ما موجود في كهربه البيوت، في جهد البيوت او كهربه البيوت، والدي سي زي ما موجود في الايه؟ في البطاريه. اون سويتشد ميترز، على اجهزه بقى اللي احنا بنظبطها، بنظبط المؤشر بتاعها. يوز وان فاليو هاير ذان يور اكسبكتد فاليو، تستخدم قيمه اعلى من القيمه المتوقعه. يعني انا بقيس قيمه، يبقى انا هظبط المؤشر بتاعي على قيمه اعلى من القيمه اللي انا متوقع ان هي ايه؟ تطلع. طيب بعد كده بي فيري كيرفول، خليك حريص جدا تو نوت تاتش اني اذر الكترونيك كومبوننت، انت ما تلمسش اي عناصر ايه؟ الكترونيه. ويز ان ذا اكويبمنت اند دونت تاتش ذا تيبس تو ايتش اذر وايل كونكتد تو اني ثينج ايلث. ابقى حريص ان انا ما المس اي عناصر ثانيه وانا بقيس، ابقى حريص ان الطرفين اللي هم التو تيبس بتوع البروبات اللي عندي او بتوع الليدز، هنقول عليهم ليدز، تمام، ما يلمسوش ايه بعض. تو ميجر فولتج كونكت ليدز ان بارل بتوين ذا تو بوينت وير ذا ميجرمنت از تو بي ميد. ذا مالتي ميتر بروفايدز بارل باث واي سو اتس نيد تو بي ا هاي ريزيستنس تو الاو از ا ليتل كارنت فلو ثرو ات از بوسيبل. يعني ايه؟ يعني هو هنا لو جينا بصينا في الصوره ديت، ان لما تيجي تقيس الجهد يبقى انا هقيس الجهد على التوازي. دايما الفولتميتر يوضع على الايه؟ على التوازي، عشان اقدر اقيس الجهد على الايه؟ على المقاومه. يبقى ده اللي هو الايه؟ الميجرنج تكنيكس. طيب عايز اقيس بطاريه، اقيس نفس الكلام، الموجب مع الموجب والسالب مع الايه؟ مع السالب. او كاتب لك موجب وسالب، هيطلع لك الايه؟ مكتوب لك هنا 9 فولت، كاتب لك ايه الخارج بتاعك على الايه؟ على الشاشه. طبعا ده 9 فولت، وهول دي ايه؟ 9. طيب نيجي بعد كده لقياس الايه؟ المقاومه. ميجرنج ريزيستنس اند كونتينيوتي. ريزيستنس برمزها بالرمز اوم از اوبوزيشن تو كرنت، العاقه الايه؟ التيار. ريزيستنس از ميجرد ان اومز، قاس بالايه؟ بالاوم. طب عايز اقيس بقى الايه؟ المقاومه. طب الميجرنج تكنيكس بتاعها ايه؟ اول حاجه ديسكونكت باور سورس بيفور تيستنج، افصل مصدر الايه؟ الباور. ريموف كومبوننت تو بارت فروم سيستم بيفور تيستنج، شيل الايه؟ المكون قبل ما تعمل ايه؟ تيست. ميجر يوزنج لوست فاليو اف اوبن ليد موف تو نيكست ليفل،
ابدأ حط بعد كده البروبات بتاعتك على المقاومة، وبعد كده ايه ابدأ شوف لو اداك اومن لود ابدأ اعلى بالايه بالليفل الاعلى. يعني انت مثلا عايز تقيس مقاومة 1 كيلو او عايز تقيس 10 كيلو وجبت رينج بتاعك على 1 كيلو مثلا، طبعا هيديك ايه اوبن لود. بعد كده تبدأ تعلى ل 20 كيلو عشان ال 10 كيلو تظهر معاك في الايه في الليفل. طب ليه بقى ليه بشيل المقاومة، ليه بنزع او بقفل مصدر التغذية عن المقاومة؟ لان انا لان الافو او الافو الافوميتر اللي معايا او المالتي ميتر في بطارية داخلية، وبالتالي لما بوصل المقاومة وصل الافو على المقاومة وفي مصدر للجهد، فبيحصل ممكن البطارية ايه ممكن المقاومة ايه تنحرق تبوظ. فلذلك يا اما اشيل قيمة اشيل المقاومة من الدايرة وابدا اقيسها بالافو، يا اما اقفل مصدر الايه التغذية قبل عملية الايه القياس. النقطة اللي بعد كده testing for a continuity is used to test to verify if a circuit wire or fuse is completed with no open. ممكن استخدمه في ان انا ايه ان انا اقدر ان انا اقيس او اعمل تيست للايه السلك اللي موجود في الايه في الفيوز، هل هو متوصل ولا لا. طبعا لو متوصل وجيت جبت على المؤشر على البازر تمام، هيبدأ يعمل لي ايه صوت. Audible continuity allows an alarm if the circuit is complete. لو هما متوصلين هيديني ايه صوت. If there is no audible alarm resistance of 1 ohm to 1 1 ohm to 1 1 ohm لواحد من 10 ohm should to be present. يعني ايه؟ يعني مش هيديني صوت لو كان في قطع في الايه في الكابل. طيب يعني نيجي نقيس الايه المقاومه زي ما هو كده زي ما انت شايف في الرسم كده، خرج المقاومه بره الايه بره الدايره عشان يقدر يقيس قيمه الايه قيمه الايه المقاومه. الرسمه اللي بعدها نفس الكلام، هتلاقي برضو الار 2 متشاله من الايه من الدايره، لو بصيت كده هتلاقيه ايه عازلها او شايلها تمام. طيب ميجرنج ريزيستنس، طب لو عايز اقيس بقى قيمه الايه المقاومه اللي هي الكربونيه اللي بيبقى عليها ايه كود الوان، طبعا بحط البروب عادي خالص ما يهمنيش بحط الموجب سواء على اليمين او الشمال مش تفرق، لان المقاومه ديت ملهاش ايه قطبيه. طبعا هيديني الخارج بتاعي عندي على الشاشه، طبعا انا بتوقع القيمه من خلال ايه كود الالوان. طبعا ده لو عندنا فيوز اهوت، بقيس قيمه الايه قيمه ال بجيب على الاوم وابدا اقيس قيمه الايه السلك، وهنا اقيس قيمه الايه المقاومه بتاعت السلك ديت ونص ايه اوم. انما انا ممكن اجيب على البازر تمام اللي هي اللي بتديني الصوت، وبعد كده ايه اقدر اشوف هل في قطع ولا ايه ولا مفيش. طيب نيجي بعد كده هنقيس خطوات بقى والميجرنج تكنيكس بتاع الايه التيار. current amperes is the flow of electrical charge through a component conductor، عباره عن مرور للشحنات الكهربيه في ايه في موصل. current is measured in ampere or amperes، الوحده بتاعته ايه امبير. طيب عشان اقدر اقيس التيار بيقول لك disconnect power source before testing، افصل مصدر الايه التغذيه. disconnect complete circuit at end the circuit. place multimeter in series with the circuit، بفصل مصدر التغذيه بعد كده ابدا اوصل الايه الاميتر بتاعي على الايه على الدائره ويكون سيريز، يعني الاميتر او المالتيميتر بتاعي يبقى جزء من الايه من الدائره بيكمل الدائره. بعد كده ريكونكت باور سورس اند تيرن اون، بعد كده ابدا اوصل مصدر الجهد واعمل توصيل. سيلكت هايست كارنت سيتنج اند ورك يور واي داون، بعد كده اختار رينج يكون ايه عالي وتفرق انت شغال على امبير عالي ولا امبير ايه امبير قليل، ده طبقا ليه سواء انت شغال بقى على كهربه البيت او على على دايره معينه، تبقى عارف انت بقى من خلال ايه خبرتك في المجال. وطبعا طبقا لقانون ايه اوم. لو جينا شفنا الرسمه اللي بعد كده، اول حاجه عملها ايه هو هنا الميجرنج كارنت بيقيس الايه التيار، لو تلاحظ حرف الاي اللي هو ده الايه اللي هو الايه التيار، والايه ده اللي هو الايه الاميتر. الاميتر لو تلاحظ كده في الرسمه اللي على اليمين الدايره اللي فوق دي مكتوب فيها ايه، الاميتر اصبح جزء من الايه من الدايره. نيجي للصوره اللي بعدها ميجرنج كارنت، هنا هو جاب بطاريه وبيقيس الايه بيقيس التيار اللي عليها. لاحظ ان الجزء
التوصيل بتاعنا ده عبارة عن ايه؟ الاحمر متوصل على الموجب، والاسمر متوصل على الايه؟ على السالب. طبعا الريفيو بقى، المراجعة على الكلام ده، لو جينا شقرناها كده بسرعة، الاميتر كيبابل اوف تشيكنج فولتج كارنت اند ريزيستنس از كولد مالتيميتر. الاميتر ده قادر على ان هو يعمل يقيس الجهد والتيار والمقاومة، بنسميه الايه؟ المالتيميتر. لما تيجي تقيس الجهد باستخدام المالتيميتر، لازم توصل الايه؟ النقطتين بتوعك في الايه؟ في الدائرة، عشان تحصل على ايه؟ قراءة ايه؟ جيدة، وتبقى حريص ان انت ما تلمس اطراف التيبس بتاعتك، او ان انت تعمل ايه؟ شورت سيركت. نيفر ريد ريزيستنس اور تيست فور كوميونيتي ويز ا مالتيميتر اون ا سيركت ذات از انرجايزد. When measuring current, the multimeter must be connected in a circuit so the electrons have to flow through the meters. هو هنا بديك ملخص للي احنا ايه اتكلمنا عنه طول الايه طول المحاضرة. اتمنى تكونوا انتوا استفدتوا من المحاضرة ديت، وبعد كده ان شاء الله المحاضرة الجاية هنتكلم على الاسلسكوب. انا بتكلم بسرعة وسريع شوية عشان مش عاوز مدة الفيديو ايه تطول. اللي يهمني في المحاضرة ديت التكنيكس المستخدم في اجهزة القياس. تمام، خدنا ايه النهارده؟ التكنيكس المستخدم في قياس باستخدام المالتي ميترز. لو هستخدمه كفولتاميتر ايه الخطوات، لو هستخدمه كاميتر ايه الخطوات، لو هستخدمه كاوم ميتر ايه الخطوات. شكرا جزيلا، واتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.